عاجل. العميد سريع يعلن عن حدث عسكري جديد في مأرب قبل لحظات. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أعلن العميد يحيى سريع عن تمكن الدفاعات الجوية مساء اليوم من إسقاط طائرة أمريكية تجسسية نوع سكان إيجل. وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة التجسسية الأمريكية نوع سكان إيجل أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء الجوبة بمأرب، مشيرا إلى أنه تمت عملية إسقاط الطائرة بسلاح مناسب أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة صرواح بمحافظة مأرب. مواصفات سكان إيجل الأمريكية. وتعد سكان إيجل واحدة من عدة طائرات أمريكية تم إسقاطها في محافظات يمنية عدة أبرزها الحديدة ومأرب والجوف، وأبرزها من MQ-9. وتبلغ قيمة الطائرة سكان إيجل 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقا من الجو. وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياساً بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع الكترو أوبتيكال، وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء. إسقاط طائرتين. وكانت تمكنت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية يوم الأربعاء من إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة صينية الصنع CH-4 تابعة لسلاح الجو السعودي. هذا وتمكنت الدفاعات الجوية اليمنية مساء يوم الثلاثاء من إسقاط طائرة أمريكية تجسسية من نوع سكان إيجل.